السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح أحكي عن ميزة جديدة عملتها شركة اليوتيوب، اللي هي ميزة الانتساب. كلياتنا هلا أكيد عم تشوفوا أو عم تلاحظوا بالقنوات على اليوتيوب إنه في بعض القنوات عم تلاقوا موجود عليها كلمة اسمها كلمة الانتساب. هلا هي كلمة ميزة جديدة عملتها شركة اليوتيوب، ميزة كتير حلوة وبنفس الوقت يعني ظريفة للناس اللي قنواتها مشهورة ومعروفة كتير، هن اللي بيستفادوا أكتر شيء من هذا الموضوع بظن. تمام، فرح أشرح عن هذا الموضوع أنا، تمام، وأشرح لكم شو الميزات تبع هاي الميزة الجديدة، وبالإضافة بدي أشرح لكم الشروط تبع هاي الميزة إذا بكون تفعلوها عنكم بالقناة. تمام، فرح نحكي عن هذا الموضوع هلا وأشرح لكم إن شاء الله خطوة بخطوة مثل العادة، حط لكم صور وورجيكم كيف الطريقة بتصير وبنفس الوقت شو الشروط وشو الشغلات يلي بهي الميزة الجديدة. تمام، مثل العادة الله يخليكم يلي عم يشوف فيديو جديد عندي بالقناة، إذا سمحتوا أو إذا سمحتي اشتركوا بالقناة عندي وعملوا لي لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. تمام، ما رح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلا مثل ما حكينا هاي الميزة اسمها ميزة الانتساب، بتفوتوا على القناة بتطلعوا بتلاقوا، هلا ححط لكم صورة ورجيكم كيف يعني بيطلع منظرها، بتلاقوا محطوط كلمة الانتساب وبالإضافة بتلاقي مكتوب قدامها كلمة المشترك. تمام، هلا هاي الميزة الجديدة شركة اليوتيوب عملتها ليش؟ عملتها لحتى يستفاد منها صاحب القناة يلي عامل يعني. بس في شغلة بدي لكم اياها، شركة اليوتيوب نبهت عليها وقالت انه نحن هاي الميزة عملناها مو مشان نتبرع للمشترك، عفوا نتبرع لصاحب القناة، ولا هي تبرع ولا هي في شيء كذا، لا، هن عملوا هاي الميزة لانه في قنوات المشتركين بيحبوا هالقناة اللي عم يشوفوها واللي مشتركين فيها، فمثل انه هاي دعم لصاحب القناة يلي عاملها. تمام، يعني مشتركين مثلا اذا حبوا انه يدعموا صاحب القناة هذا ويخلوه يستفاد ويجي مصاري وحابين يدعموه بيشتركوا بهي الميزة وبيساعدوه وبيضبطوا الأمور كلها معه. تمام، هاي شغلة. هلأ الموضوع وقت انت تفوق تشوف كلمة الانتساب، تمام، هاي معناتها انك انت عم تنضم لهي القناة وبدك تشترك فيها اشتراك، يعني مثل مثلا نتفليكس، في مثلا مواقع تانية مثلا بيشترك فيها الواحد لينزل عنده باقة، مثلا باقة مسلسلات سورية، مسلسلات مصرية، مسلسلات مغربية، أفلام مصرية، أفلام عربية، أفلام أكشن. ففي كتير مواقع بتلاقي بتفوت تشترك فيها بمصاري، بتدفع بالشهر مثلا، مثل مثلا نتفليكس مثلا عندنا هون بألمانيا، تشترك فيه مثلا تدفع الاشتراك بنتفليكس حوالي 5 يورو تقريبا كل شهر. تمام، فهي فكرة جديدة لهي القنوات انك انت هيك تفوت، يعني هلأ يلي بده يفوت ينتسب بالقناة يلي شافها بده يدفع مصاري. كيف يعني بده يدفع مصاري؟ يعني انت فت اشتركت بهالقناة بدك تدفع عليها اشتراك شهري. تمام، وهذا الاشتراك الشهري اللي بدك تدفعه مين بيحدده؟ بيحدده صاحب القناة. تمام، يعني هو مثلا صاحب القناة فتح القناة بيقول لك انا اللي بحب ينتسب عندي يفوت ينتسب بيدفع عندي بالشهر مثلا 10 يورو، 5 يورو، 20 يورو، المبلغ هو يلي بده اياه بيحطه. تمام، انت اذا حبيت تنتسب وتنفعه وتفيده بهالموضوع عاد تنتسب، ما حبيت عادي على راحتك بتضلك عم تتابع عنده القناة عادي. تمام، طبعا هلا في ناس راح تقول لي يا اخي الناس لايك عم تستخسر تحط، الناس اشتراك عم تستخسر انه تحط، بلاش لايك ببلاش واشتراك ببلاش بدون مصاري. تمام، والناس ما عم تساعدك ولا عم تشترك. تمام، اي شغلة بترجع للشخص هو نفسه، في ناس ما بتحب تفيد حدا، في ناس ما بتحب تساعد حدا، في ناس انانية بتحب نفسها، في ناس بتقلك اخي انا ساعده شو بدي ساعد فيه، انا اشترك بقناته فيده، اعوذ بالله ليش لفيده، خليه هيك معلش عم ينزل نستفاد ناخذ المعلومات نحن من عنده يلي بدنا اياها وان شاء الله 60 عمره ما ينجح. تمام، فالناس حتقلي هلا انه يعني شلون بتفوت لعام تشترك مصاري، في ناس يا عمي بتفوت تشترك مصاري، في ناس بتتابع أقنية تستنى الفيديو استنى لحتى ينزل بالقناة لحتى تشوفه وما عنده مشكلة، بيقول لك أخي أنا بدي اشترك، ما عندي مشترك، إذا اشتراك 5 يورو ولا 10 بشترك بالشهر ما عندي، عم استفاد أنا منه. تمام،
ففي ناس ما عندها مشكلة، وفي نسبة كبيرة كبيرة جدا انه ما بتشترك بهذا الموضوع وما بيعجبها هذا الموضوع، تمام؟ لانه مثل ما قلت لكم يعني اشتراك مجاني ما حد عم يشترك، ولايك ما حد عم يحط. المهم فالاشتراك حيكون شهري وانت حتنتسب بالقناة، تمام؟ طيب هلا المشترك شو راح يستفاد من القصة هاي؟ المشترك انا بقول لك شو راح يستفاد. المشترك انه راح يشترك بما ينتسب بهالموضوع هذا، راح يصير يفوت مثلا وقت يعلق تعليق على الفيديو او يعلق تعليق بالمنتدى او يعلق تعليق على منشور موجود مثلا بهي القناة اللي انتسب لها، راح يكون في له شكل مميز لتعليقه. كيف يعني؟ راح تعليقه راح ينزل مثلا، راح يكون مكتوب اسمه قدام التعليق، ويكون محطوط مثلا هيك رموز هيك خاصة فيه لهذا المنتسب، وتمام، وحيكون حاطين له ايموجنات هيك كمان خاصة فيه او حلوة هيك يعني بتعليقه تلفت النظر، تمام. فهي ميزة من الميزات. واحد. اثنين، وقت صاحب القناة مثلا يحط فيديو خاص ويحطه خاص عنده بالمنتدى هذا، تمام، هذا الفيديو ما راح يشوفه غير انت، يعني انت او انت المنتسبين بهذا المنتدى بس انتوا بتشوفوه، اما المشتركين اللي عنده بالقناة موجودين برا ما لهم منتسبين عنده بهي القصة ما بيحسوا يشوفوا الفيديو، تمام. طيب هي الشغلة كيف بتصير؟ هو صاحب القناة اذا مثلا بده ينزل فيديو خاص بالمنتسبين، وقت بيجي بده ينزل فيديو بيطلع له خيار انه انت بدك تنزل فيديو هذا لكل قناة عندك ولا تنزله عندك بالمنتدى بس اللي فيه منتسبين، فهو بينزله مثلا بيحط اللي بده اياه، الخيار للمنتسبين او للكل. فانت رح تتميز بهي الشغلة انه انت رح تكون منتسب عنده، اذا نزل فيديو بس بالمنتدى عنده للمنتسبين حتستفاد من هي الشغلة انك انت بس حتشوفه، تمام، والمنتسبين بالمنتدى، تمام. ممكن كمان ننزل مثلا بث مباشر، بيحسن انه يعمل بث مباشر فقط للمنتسبين عنده بالقناة، يعني كل شيء مشترك عنده بالقناة ما له منتسب بالقناة ما بيشوف هذا الفيديو البث المباشر، يلي بيشوفه بس المنتسبين بهذا المنتدى، تمام. هاي ميزة كمان انه عمل بث مباشر، مشتركين الباقيين مو منتسبين ما عم يشوفوا، انت منتسب بتشوفوا هذا الفيديو، تمام. ميزة تانية بالبث المباشر، انت وتحط تعليق مثلا انه عجبك الفيديو وتحط تعليق عليه، بيحطوا قدام اسمك انه اسمه فلاني فلاني، بحطوا رموز كمان مثلا خاصة فيك، تمام، ما حدا عنده اياها، بالاضافة بيحطوا اشارة خضراء قدام اسمك انه منتسب جديد، اذا انت مثلا فتت وهلا انتسبت مثلا لهذا الموضوع بيحطوا انه منتسب جديد، عندك اشارة خضراء هيك قدامه، تمام، يعني حتلاقي هيك حركات انه مميزة شوي يعني. بس في شغلة بس كمان لازم تنتبهوا لها، واللي هي انه صاحب القناة وقت ينزل الفيديو فقط للمنتسبين ما راح يوصلك اشعار، ما بيوصلك اشعار انه في فيديو وصل خصوصي او نزل خصوصي للمنتسبين. فانت شو لازم، انت لازم انك متابع لهي القناة، لازم انك كل يوم تفوت انت على القناة وعلى المنتدى اللي انت انتسبت فيه وتشوف اذا نزل شيء خاص نزل شيء جديد انت تشوفه بقى هذا، لانك انت منتسب بالقناة فما بيجيك اشعار. اي شغلة لازم تنتبهوا لها، تمام. تمام، هلا في شغله بدي احكيها انا، انه صاحب القناه شو بيستفاد وكيف بياخذ المصاري تبعه من المنتسبين. هلا صاحب القناه بياخذ 70% من الارباح اللي جتوا على القناه، و30% بيروحوا لمين؟ بيروحوا لشركه اليوتيوب، تمام، يعني 70 لصاحب القناه و30 لصاحب القناه. يعني اذا مثلا حط الاشتراك الشهري مثلا عنده 10 يورو، تمام، هي للمنتسب الواحد، تمام، هو بياخد 7 يورو وشركة اليوتيوب تاخد 3 يورو، تمام. طبعا اذا زاد عنده مبلغ صار مثلا اكثر بينحسب مثل ما حكينا 70 ب 30. هي شغله. شغله ثانيه، للاسف الميزه هي الجديده لسه ما تفعلت بكل الدول العربيه، يعني مو كل الدول العربية موجودة فيها هي الميزة، يعني في بعض الدول العربية ما نزل فيها هي الميزة وما تفعلت فيها هي الميزة، تمام. راح احط لكم انا هلا صورة، شوفوا هلا هي الصورة، هي الصورة فيها كل اسماء الدول يلي موجودة فيها هي الميزة هلا، بالاضافة شوفوا حاطين فيها الدول العربية، شوفوا عندكم هلا موجود هون الدول العربية كلها يلي موجودة فيها، اقروا هون على راحتكم وشوفوا، تمام. بس في شغلة انه مثلا
في بعض الدول مثلا طلعت عندهم هاي الإشارة، تمام، دول عربية طلعت عندهم الإشارة تبع الانتساب، بس شركة يوتيوب مو كاتبة اسمهم هون، تمام، البلد. فشركة اليوتيوب عم تطور هذا الموضوع شوي شوي، تمام، فالليستة هاي واللائحة عم تتطور شوي شوي، ينضاف عليها البلاد اللي هن بيفعلوا فيها هاي الميزة، تمام. بس هلا مبدئيا هاي الليستة يلي موجودة عن البلاد اللي مفعلة فيها الميزة هاي، تمام. هلا خلصنا من هذا الموضوع. هلا رح احط لكم كمان صورة عن الشروط لتحسن انك تفعل هاي الميزة عندك بالقناة، شو الشروط اللي موجودة. حكينا عن الميزات، هلا رح نحكي عن الشروط. الشروط: رقم واحد، لازم يكون في عندك 1000 مشترك و 4000 ساعة طبعا معروفين اللي هن انت لازم تجمعهم، هاي واحد. اثنين، لازم تكون قناتك مفعلة ميزة الربح، يعني انت لازم تكون فعل قناتك وعم يجيك منها مصاري وعم يزعل اعلانات وامورك بخير، تمام. ثلاثة، لازم عمرك يكون اكثر من 18 سنة، اذا كان عمرك 18 وتحت ما بتحسن تفعل هاي القناة، عفوا الميزة. اربعة، لازم يكون مكان إقامتك متوفر فيها الميزة الجديدة، يعني أنت وين مقيم لازم يكون فيها هاي الميزة مفعلة، إنه أنت من ضمن البلاد اللي مفعلة فيها هاي الميزة، تمام. خمسة، لازم قناتك ما تكون مخصصة للأطفال، يعني أنت إذا قناتك إنه حاططها إنه مخصصة فقط للأطفال هاي ما بتتفعل الميزة عندك، ما يعني ما بيمشي حالها، تمام. ستة، لازم تكون قناتك ما فيها فيديوهات عليها حقوق. هلا ممكن يكون فيها مثلا فيديوهين ثلاثة أربعة، أوكي ما في مشكلة، بس إذا كان عدد أكثر وفي كتير عندك فيديوهات بالقناة عليها حقوق، تمام، يعني قايل لك إنه هاي الفيديوهات اللي عندك أنت ما بيجيك عليها ربح فلوس، بتروح لصاحب الفيديو الأساسي. هاي القناة كمان إذا كان عندك فيديوهات كتير هيك ما بتحسن إنك تفعل هاي الميزة، تمام إخواتي. فهي بالنسبة للميزة الجديدة يلي عملوها شركة اليوتيوب، وبالإضافة للشروط يلي لازم تكون متوفرة عندك لحتى أنت أو أنت تحسنوا تعملوا هي الميزة تبع الانتساب. هلأ في عنا شغلة، هلأ رح أشرح لكم كيف تحسنوا تفعلوا هي الميزة، أو تعرفوا إذا أنتوا قناتكم مفعلة فعلة ميزة الربح، كيف تعرفوا أنه القناة نازلة عنكم هي الميزة. اول شغله بتفوتوا على هي تحقيق الربح، كلمه تحقيق الربح، تمام، هذول القنوات يلي مفعله ميزه الربح عندهم، تمام. بتفوتوا على هي الكلمه تحقيق الربح، بعد ما تفوتوا على هي الكلمه تبع تحقيق الربح بيفتح لكم على هي الصفحه، تلاقوا مكتوب هون نظره عامه، الاعلانات، السلع والانتساب، تمام. هي الميزه الجديده اللي عاملينها اللي هي انتساب، بس لو عندكم هاي الكلمة معناتها هاي الكلمة هاي الميزة بتكون اتفعلت عنكم بالقناة، تمام. فأنتوا بس تفوتوا مثل ما قلتلكم على تحقيق ميزة الربح، بعدين بتفوتوا على تطلعكم هاي الصفحة، بيطلعكم هيك نظرة عامة، الإعلانات، السلع، الانتساب، هاي بتكون بقى هون تفعلت عنكم هاي القصة، تمام. بالإضافة بتطلعوا هيك بس تكبسوا على كلمة الانتساب، تمام، تطلعوا هون بتلاقوها موجودة عندكم هون على اليسار، شايفين مكتوب هون الانتساب، استطاعة المعجبين الانتساب إلى قناتك ودفع رسوم شهرية مقابل الحصول على مزايا خاصة تقدمها لهم. هون حاطي لك الاطلاع على المزيد، يمكنكم تفوتوا بقى تقروا المعلومات أكثر. بالإضافة بعد ما تفوتوا على الكلمة هي وتكون تشوفوا تقروا أكثر مثلا شغلات أكثر، بيطلعكم هيك انضمام إلى منشئي محتوى ناجحين آخرين يحققون أرباحا إضافية بفضل ميزة، يعني هي كله كات ما يحطولكم أنا هي كاتبين هيك، تمام. بالإضافة بتطلعوا كمان هيك بعد ما تفوتوا بيطلعكم هذا الاستبيان هون كمان كاتبينكم مثل ما عم تقروا عنه، تمام. هي بالنسبة لهذا الموضوع. هلا في شغله رح ارجع انبه عليها وقلكن عليها، لانه هي شركه اليوتيوب هن منبهين عليها هي السيره، تمام، انه هذا الشيء اللي عاملينه مو تبرع او شيء لاصحاب القنوات او الناس، لا، هذا عاملينه مجرد ميزه جديده ودعم جديد لاصحاب القنوات، انه للناس اللي بتحب القنوات اللي مشتركه فيها، انه اذا حابه تدعم
وتنتسب وتشترك بصاحب مع صاحب القناة هذا وتفيده بإمكانها تفيده، تمام؟ فهي الفكرة حبيت نبه عليها. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله أكون قدمت لكم معلومات استفدتوا منها وتستفادوا منها. بالإضافة رح أرجع أذكركم لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد، وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. فوتوا لعندي على القناة وتفرجوا على القناة، فيها فيديوهات كتير إن شاء الله بتعجبكم وتستفادوا منها. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.